اتفاقان يقضيان بتهجير مخيم اليرموك وبلدات جنوب دمشق مقابل إخراج 5000 من كفرية والفوعة ومحتجزي قرية شتبرق. من جديد، ضربة صاروخية يرجح أنها إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية للنظام وقواعد لميليشيات أجنبية تسانده. قصف جوي وصاروخي مكثف على ريف حمص الشمالية المحاصر بعد توقف المفاوضات بين الفصائل والجانب الروسي. حياكم الله أينما كنتم، وإلى تفاصيل النشرة. عقدت هيئة تحرير الشام في مخيم اليرموك وفصائل بلدات جنوب دمشق اتفاقا مع النظام وروسيا يقضي بتهجير مقاتلي الفصائل والراغبين من الأهالي إلى الشمال السوري مقابل خروج 5000 من أهالي كفرية والفوعة وإطلاق معتقلي شتبرق المحتجزين لدى الهيئة، وذلك بالتزامن مع تقدم النظام في مناطق سيطرة تنظيم الدولة جنوب العاصمة دمشق. المزيد في هذا التقرير. يبدو أن ملف جنوب دمشق قد حسم أمره هو الآخر بعد عقد اتفاق بين الفصائل من جهة والنظام وممثلين عن الجانب الروسي من جهة أخرى. اتفاقان متزامنان عقدا يوم الأحد يقضيان بإنهاء ملف جنوب دمشق، أحدهما خلص مع اللجنة الروسية إلى تهجير فصائل الثوار مع سلاحهم الفردي وأسرهم ومن يرغب بالخروج من ببيلة ويلدا وبيت سحم إلى جرابلس وإدلب على دفعات بدءا من الثلاثاء، مع ضمان الشرطة العسكرية الروسية حماية البلدات بعد الاتفاق، فيما لم يحسم طلب فصيل جيش الأبابيل الخروج إلى درعا. التفاوض الأكبر في المنطقة كان حول مخيم اليرموك الذي يسيطر تنظيم الدولة على معظمه وهيئة تحرير الشام على منطقة الريجة فيه، حيث تم الاتفاق مع النظام على خروج مقاتلي الهيئة مقابل السماح بنقل 5000 شخص من مسلحي وأهالي الفوعة وكفرية في إدلب باتجاه مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى إطلاق سراح 85 شخصا من قرية شتبرق محتجزين لدى الهيئة، مع ضبابية حول مطالب بإطلاق معتقلين للهيئة في سجون النظام، فيما وصلت عشرات الحافلات إلى المخيم وكفرية تمهيدا لبدء تنفيذ الاتفاق اليوم الاثنين. الاتفاق في جنوب دمشق جاء بالتزامن مع دخول عملية النظام العسكرية يومها 12 وتقدمها على حساب تنظيم الدولة في المادنية والقدم والجورة والحجر الأسود وعزل هذه الأحياء عن مخيم اليرموك والعسالي، بالتزامن مع قصف مكثف استهدف المنطقة بأكثر من 20 صاروخ أرض وعشرات الغارات والقذائف، رغم إعلان التنظيم مقتل أكثر من 150 عنصرا للنظام خلال المعارك. وللمزيد ينضم إلينا من ريف إدلب الناشط الإعلامي حازم الشامي. أهلا بك حازم، هل بدأت عملية التهجير وما هو المخطط الزمني لتنفيذ الاتفاق؟ مساء الخير. حقيقة يعني بالفعل يستمر أو تستمر سياسة التهجير القسري من ضواحي دمشق باتجاه الشمال السوري من قبل قوات النظام وحليفه الروسي. طبعا سوف تخرج خلال الساعات القادمة دفعات من مناطق بلا بيت سحم يلدا باتجاه الشمال السوري، في ظل أن التفاوض مع مخيم اليرموك والحجر الأسود ربما نستطيع أن نقول مجهول نسبيا بسبب استمرار العمليات العسكرية وعملية اجتياح القوات السورية للمنطقة. طبعا عناصر تنظيم الدولة هو من يتواجد في الحجر الأسود في منطقة مخيم اليرموك،
في ظل أن عناصر تنظيم الدولة خلال محاولة اقتحام القوات السورية للمنطقة كانوا يحاولون التقدم باتجاه مناطق الفصائل العسكرية المسلحة المتواجدة في المناطق الأخرى، ربما هي لتوسيع نفوذه لتوسيع مناطق سيطرته في جنوب العاصمة السورية دمشق. طبعا إخراج المقاتلين وأيضا عوائلهم من جنوب العاصمة السورية دمشق يأتي باتفاق مقابل إخراج عوائل من مناطق السرية والفوعة. ربما الاتجاه سوف يكون للمناطق التي سوف تخرج أو التي خرجت منها الباصات في الآونة الأخيرة بتهجير قسري، وأيضا يعني يعتقد البعض أن الباصات سوف يكون اتجاهها إلى الغوطة الشرقية، سوف يتم إسكان أهالي كفرية والفوعة في تلك المناطق. طيب، هل إخراج الهيئة لمسلحي وأهالي كفرية والفوعة ومعتقلي اشتبرق علاقة بخروج فصائل الثوار من بلدات الجنوب؟ نعم، بالفعل يعني الاتفاق الذي يأتي في الشمال السوري بإخراج كفرية والفوعة هو متعلق نسبيا باتفاق جنوب العاصمة السورية دمشق. كانت القوات الروسية تستخدم أهالي كفرية والفوعة، ربما هي بند من بنود الاتفاق لإخراج القوات منها باتجاه العاصمة السورية دمشق. طيب حازم، منذ قليل قلت حضرتك سيتم إسكان أهالي كفرية والفوعة، هؤلاء 5000 في الغوطة، من أين أتيت بهذه المعلومة؟ مصدرها، وهل هي أكيدة 100%؟ طبعا هي مصادر غير ربما نستطيع غير أن نتحدث بأنها غير مؤكدة 100%، لكن هي حديث بين أهالي الغوطة الشرقية الذين بقيوا في الغوطة بأنهم رأوا النظام السوري يقوم بإفراغ بعض المنازل، ويتحدث بأنه سوف يكون هناك اتجاه لدفعات من الكفرية والفوعة باتجاه الغوطة الشرقية باتجاه المنازل الفارغة. طيب حازم، ماذا بخصوص أهالي جنوب دمشق من لا يرغبون بالخروج؟ هل من ضامن لسلامتهم؟ طبعا يعني الضامن الوحيد لعملية الإخراج كالعمليات السابقة هو الضامن الروسي لعملية إخراج المقاتلين وعوائلهم من جنوب العاصمة السورية دمشق. طبعا يعني الضامن الروسي هو ربما يكون طرف في العمليات العسكرية على مناطق ضواحي دمشق بشكل عام، وأيضا على جنوب العاصمة السورية دمشق بشكل خاص. يعني الضامن هو من يقود العمليات العسكرية، لذلك تخوفات شكرا، كبيرة من حدوث أي فشل للاتفاق. شكرا جزيلا لك. طبعا من ريف إدلب الناشط الإعلامي حازم الشامي. تعرضت مواقع عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي أدى لمقتل وجرح العشرات من عناصرهم، وتتضارب الأنباء عن مصدر الضربات الصاروخية، حيث اتهمت وسائل إعلام تابعة للنظام إسرائيل بشن هذه الضربات، فيما رجحت مصادر إعلامية أخرى أن مصدر الضربات انطلق من مواقع أمريكية بريطانية شمال الأردن. من جديد تتعرض مواقع عسكرية للنظام، بينها قواعد لميليشيات أجنبية مساندة له في ريفي حما وحلب، تتعرض لقصف صاروخي يرجح أنه إسرائيلي. الصواريخ استهدفت مقرا للقوات الإيرانية في مركز نهر البارد وموقعا آخر في منطقة تقسيس قرب مدينة سلحب بريف حما، بالإضافة لمقر اللواء 47 المعروف بأنه مركز لتجنيد المقاتلين الشيعة المدعومين من إيران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مقربة من نظام الأسد، والتي أفادت أيضا بتعرض المنطقة القريبة من مطاري النيرب العسكري وحلب الدولي لقصف مماثل، مؤكدة مقتل وإصابة العشرات من جنودها والمقاتلين الإيرانيين نتيجة القصف على المواقع المذكورة. المصادر نفسها رجحت أن طائرات إسرائيلية هي من نفذت القصف، فيما قالت مصادر إعلامية أخرى للنظام إن الصواريخ انطلقت من قواعد أمريكية وبريطانية شمالي الأردن.
مواقع إسرائيلية تناولت في تقارير عدة الانفجارات، لافتة إلى أن وزير دفاعها ليبرمان ذكر أن تل أبيب لن تتوانى لحظة عن فعل كل ما من شأنه منع إيران من استخدام الأراضي السورية قاعدة لمهاجمتها ومنع إيصال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني. عشرات المواقع العسكرية للنظام تم استهدافهم منذ عام 2011، كان آخرها استهداف إسرائيل مطار تيفور العسكري أدى لمقتل 7 مقاتلين إيرانيين، سبقه تنفيذ كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية على مواقع عسكرية للنظام في ريف دمشق ردا على استخدام قوات النظام أسلحة كيماوية في مدينة دوما. وبين تضارب الأنباء عن مصدر الضربات الصاروخية الجديدة، يبقى السؤال الذي يراود السوريين عن جدوى هذه الضربات وتأثيرها على مفاصل النظام وميليشياته، أم أنها مجرد تصفية حسابات دولية على الأراضي السورية؟ قامت منظمة اليوم التالي بحضور كل من نقابة المحاميين الأحرار ومجلس محافظة درعا الحرة والحكومة المؤقتة ندوة فكرية حوارية لمحاربة التهجير القسري الذي يقوم به نظام الأسد، وللوقوف أيضا على أوضاع المهجرين في الجنوب السوري. عقدت نقابة المحامين الأحرار ومجلس محافظة درعا والحكومة المؤقتة ندوة فكرية حوارية لبحث أوضاع المهجرين وظاهرة التهجير القسري، وذلك بالتعاون مع منظمة اليوم التالي. وتناولت الندوة أبرز المشاكل التي يعاني منها المهجرون في الجنوب السوري. هذا الأمر الذي لم يسبق له مثيل في العالم، التهجير القسري الذي تعرض له السوريون لم يتعرض له شعب على وجه الأرض، لا في منظمات الفصل العنصري ولا في أي نظام آخر إلا في هذا النظام المجرم الذي يتعامى العالم كله عن جرائمه وتهجيره للسوريين ومصادرة أرضهم. حتى ما ظلش غير الختان، البيوت مدمرة تماما. ووجهت فعاليات مدنية انتقادات واسعة للآليات التي تعمل بها المنظمات الإغاثية، وطالبت بتغيير تلك الآليات من توزيع المساعدات وسلال الإغاثة إلى إنشاء مشاريع تهدف إلى تحقيق الأسر المهجرة للاكتفاء الذاتي. الأمر مشكور، الملكية خاصة مصانع. المنظمات مع الأسف الشديد ما اهتمت بجانب المهجر ولا أعطته حقه، وكان في إجحاف بحق هذا المهجر. ومن طالب الجهات المعنية حاليا من مجلس محافظة ومن حكومة مؤقتة بلفت نظر المنظمات والضغط عليها للعمل مع مجالس المهجرين مباشرة وأخذ القوائم من خلال المجالس، لأنه أهل البيت أدرى بما فيه. بما أوتينا من موارد قليلة جدا، ومع تزايد عمليات التهجير التي يقوم بها نظام الأسد لسكان المناطق الخارجة عن سيطرته، تزداد الحاجة إلى تطوير آليات عمل المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية لكي تتمكن من استيعاب الأزمة وتأمين حياة كريمة للمهجرين. مهجر سنشعر أكثر بالمعاناة. مالك خطاب، حلب اليوم، محافظة درعا. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. لأول مرة منذ سنوات، سكان مورك في ريف حماة يعودون إلى مدينتهم من جديد أملاً بانتهاء معاناة النزوح. أهلا بكم من جديد. استشهد 4 مدنيين على الأقل وجرح العشرات نتيجة غارات مكثفة شنتها طائرات النظام وروسيا على قرى وبلدات في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي المحاصرين. وأفاد مراسل حلب اليوم بأن طائرات حربية وأخرى مروحية تناوبت على استهداف المنطقة، إضافة لقصف صاروخي ومدفعي، مشيرا إلى خروج مشفى الزعفرانة عن العمل نتيجة استهدافه بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة.
يأتي هذا التصعيد مع الحديث عن نية قوات النظام والميليشيات المساندة لها بعمل أو ببدء عمل عسكري للسيطرة على المنطقة عقب توقف المفاوضات بين الفصائل والجانب الروسي. وللوقوف أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا أحمد الشمالي مراسل حلب اليوم من ريف حمص. أحمد، لو تضعنا بداية في تفاصيل حملة القصف على ريف حمص الشمالي وما خلفته من ضحايا. نعم، بالفعل حملة قصف عنيف طيران الحرب السورية والروسية على ريف حمص بدأت منذ يوم أمس، مستمرة حتى اللحظة. قصف أقل ما يقال عنه أنه جنوني حقيقة. مئات الصواريخ من الراجمات تساقطت على مدينة الرستن بريف حمص، أكثر من 50 برميل متفجر حتى اللحظة ألقاها الطيران المروحي في أقل من 48 ساعة. عدد الغارات الجوية من طيران الحرب بلغت 100 غارة. قصف وحشي لا يهدأ، يستهدف أغلب مدن وقرى ريف حمص. طال القصف أيضا الزعفراني، ديرفول، عز الدين، المكرمي ومدينة البيسي. منذ لحظات سقط طفل قتيل وأصيب 6 مدنيين آخرين في قرية الزعفراني. بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 10 شهداء وأكثر من 40 جريح، توزعوا على المدن المذكورة. علما أن القصف أخرج مشفى الزعفراني عن العمل ومشفى مدينة الرسن. حقيقة الوضع سيء بالنسبة للمدنيين في ريف حمص. طيب أحمد، ماذا جرى بشأن المفاوضات بين الفصائل وفصائل الثوار من جهة والجانب الروسي من جهة أخرى بشأن مصير المنطقة؟ نعم عمار، من المفترض أن جلسة مفاوضات جديدة ستعقد اليوم عند معبر دار كبير بريف حمص. هيئة التفاوض لم تؤكد الجلسة، ولكن علمنا أنها الجلسة تمت بالفعل عند الساعة 1 من ظهر اليوم عند معبر الدار الكبير بطلب من الجانب الروسي. ننتظر بيان هيئة التفاوض لمعرفة ما تمخضت عنه الجلسة، علما أن أثناء الجلسة الطيران الحربي كان يقصف ريف حمص الشمالي. كان فصائل المعارضة قد قدمت طلب أنه إيقاف القصف على ريف حمص من أجل التفاوض، لكن قوات النظام لم تلتفت بهذا الموضوع حقيقة. طيب، هل تم إنهاء ملف التفاوض بشكل كامل أم يعني اليوم، أم أن هنالك ربما جلسات أخرى سوف تجري من المفاوضات؟ حقيقة لا أدري على وجه الدقة. اليوم الجلسة تمت بطلب من الروس، كانت سابقا قد فشل عقد الجلسة الماضية بسبب كون الروس طلبوا أن تتم الجلسة في مناطق النظام، لكن هيئة التفاوض رفضت، ما أدى إلى إلغاء الجلسة. بعدها أتى التصعيد الروسي والسوري اللي يصل ذروته اليوم والبارحة بقصف يعني حقيقة عنيف جدا. تفاجأت هيئة التفاوض بطلب من الروس أن هناك جلسة تفاوض جرت حسب ما علمنا من الساعة 1 مثل ما ذكرت لك أن الجلسة تمت. ربما يكون هذه الجلسة مبشرة للجلسات لاحقة، أو ربما تكون انتهاء للملف، لا ندري، ننتظر تأكيد هيئة التفاوض. طيب أحمد، تواردت أنباء عن حشود عسكرية للنظام وللميليشيات المساندة له تحضيرا للتقدم نحو المنطقة، ما مدى صحة ذلك؟ الحشودات فقط تناقلتها صفحات موالي النظام، بثت مقاطع فيديو لما قالت أنه أرتال تابعة لقوات النمر تتوجه إلى ريف حمص، لكن في الحقيقة لم يتم التأكيد أو التأكد من صحة هذا الأمر من قبل القيادات العسكرية أو المراصد المعارضة في ريف حمص. لم ترصد أرتال بحسب ما ذكرت، ربما هي تكون نوع من الضغط النفسي، الحرب النفسية على أهالي ريف حمص الشمالي، لا ندري على وجه الدقة، ولكن من المؤكد أن لا 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 أرتال بتلك الضخامة أتت إلى ريف حمص الشمالي. أحمد الشمالي مراسلنا، كنت معنا من ريف حمص الشمالي، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إنها استعادت جميع القرى التي تقدمت إليها قوات النظام أمس في ريف دير الزور. وأضافت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها أن تقدم النظام جاء بدعم من ميليشياته والطائرات الروسية. يذكر أن القرى التي تقدم إليها النظام أمس واستعادها استعادتها قصد هي الجنينة والجيعة والعليان وشقرة. تجددت السيول في العاصمة دمشق أمس الأحد نتيجة الأمطار الغزيرة والتي بلغت بحسب مصدر لوكالة سنا التابعة للنظام 12 مليمترا.
وأظهرت تسجيلات مصورة بركا أحدثتها الأمطار في دمشق وأدت لأزمة مرور في بعض شوارعها. بعد سنوات من النزوح ومعارك كر وفر بين الجيش السوري الحر وقوات النظام، سكان مدينة مورك في ريف حماة يعودون إليها ويحاولون إحيائها من جديد. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تعرضت مدينة مورك لدمار كبير في الأبنية السكنية والبنى التحتية جراء المعارك الضارية التي شهدتها المدينة بين قوات النظام والجيش الحر خلال الأعوام الماضية، وذلك بسبب أهميتها الاستراتيجية، الأمر الذي أدى لنزوح جميع سكانها عنها. لكن قسما كبيرا منهم بدأ بالعودة مؤخرا بعد تثبيت الجيش التركي نقطة مراقبة له في محيط المدينة. طبعا بعد نزوح دام أكثر من 4 سنوات في كافة القرى والمدن ريف إدلب، قررت أهالي مورك يعني بعد معاناة كثيرة يعني من غلاء معيشي وغلاء أجار بيوت قرروا العودة إلى مورك. طبعا بوجود النقطة التركية يعني إلى حد ما صار في عنا شوية أمان. وعمل متطوعون على إنشاء مركز طبي في مورك سعيا منهم لاجتذاب سكان المدينة النازحين منها ودعوتهم للعودة إليها مرة أخرى. بلغ عدد السكان بالقرية حوالي 600 عائلة والعدد في إقبال بشكل يومي، وبعد مدة أقصها إن شاء الله شهر راح يتضاعف العدد بشكل كبير. السبب أنه أغلب العائلات النازحة خارج القرية أطفال بالمدرسة منتظرة هالفترة. لكن جهود المتطوعين في المدينة تصطدم بضعف الإمكانيات وقلة الموارد خاصة في المجال الطبي. هلقين عم تجينا نحن حالات كتير هون نسائية، يعني تقريبا باليوم شيء 50 حالة وأحيانا أكثر، وعم نقدم قد ما ممكن عم نقدم لها الخدمة المناسبة، بس يعني بنفس الوقت لازمنا كتير أدوات مشان نخدم أكثر هاي الحالات مثل جهاز إيكو. عودة النازحين إلى مدينة مورك قد تكون بداية سلسلة العودة لمناطق أخرى تشهد هدوءاً بعد الاتفاقيات الدولية التي تسعى بشكل أو بآخر لتثبيت حدود غير مرسومة بين نظام الأسد والمعارضة السورية. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله وحفظه، بأمان الله.